بس يعني كمان في انطباع عنك انه انت ما عندك اخلاص لقناه معينه. شوفي صح لي انه انتقل من محطه لمحطه واذا عليكي طلب تتنقلي من اهم المحطات العربيه وتقدمي يلي عم بتقدميه بكثير من الوفاء والاخلاص. ايوه بيضل في عندك وفاء واخلاص للناس، للمتلقي، للمشاهدين بيتقبلوك، وبالتالي القنوات اليوم الانتقال من محطه الى اخرى ما مش دلاله على عدم اخلاص، بالعكس صار في نحن كلنا منتجات سلع نتنقل من قناه الى اخرى منفيد ومنستفيد. يعني انت زي النجوم مثلا اللي بتستضيفهم وصلت لنفس نجوميتهم بحيث انك تقدم عملك؟ يعني تصوري اقول لك ايه هلا هيدا الموضوع يعني قلت قبل شويه حامل برنامج واكون احلى. انا بنبسط إيه لا اكيد كل واحد طيب. عنده ثقه بنفسه طيب. انا بعمل برنامجي حتى بين الضيوف كنجوم، انا بستضيف نجوم، هيدي انا مهنتي اطرح اسئله انا بطرح اسئله باخذ معلومات ببرز المشاكل والحلول والسير الذاتيه. انا هيدي وظيفتي مش أيوة. وظيفتي كون نجم اذا الله رب العالمين بيخصني بطاقه صغيره من الضوء مثل ما خص غيري بابواب من الطاقه الايجابيه والنور فشكر له انا كتر خير.